سعادية جدا جدا جدا. عندي 3 بنات، أكبرهم اتخرجت، وواحدة في كلية حلوان، جامعة حلوان، واحدة في إعدادي، وبشقة أنا منفصلة بقالي يعني 8 سنين أو 9 سنين. فأنا عشان مثلا ما فيش عائد ليا خالص، فنزلت بتابع المحل عشان أبدأ من جديد، لأن ما فيش إيراد جايلي. المحل ده كان بتاع والدي. والدي كان بيشتغل في القمط، فاحنا واحنا صغيرين كان بيعامل الولد زي البنت، يعني انزلي انزلي انزلوا كلكم مع بعضكم في الورشه، انزلوا كلكم مع بعضكم في المحل، افتحوا المحل. حتى انا بابا قال لي حتى انت عشان نهار ما يحصل لك اي حاجه تبقي انت واقفه زيك زي اخواتك. كنت بشوف الصنايعيه وهم بيدقوا بتاع الشواكيش، بيستعدلوا الشواكيش، بيعملوا اي حاجه في القمط. القمط عباره عن حاجه زي كده اهو، بيتعمل من بقى المباني اللي هي عمدة المباني، فبيدخلوها ويربطوا فيه. احنا بدأنا من السفر، ابويا قال لي ابدأ من السفر، حتى لو انا مش هعيش لك، ما انا فعلا مش هعيش لك، عشان انا مش هعيش لك لازم تتعلمي الصنعة من اولها، دي بتتجاب منين ودي بتتجاب منين ودي الاسلحة دي اسمها ايه، حصل لها ايه. فعلا انا ابتديت من السفر. في المحل بعد كده ابن اخويا جه سرق المحل، عرف ان انا ليا طبعا في البضاعه وليا في كل حاجه، فطمع بمعنى صح، راح واخد كل الحاجات كله، شال كله وساب لي ما فيش حاجه. والحمد لله انا سنه بكبر الحمد لله. هي شغلانه صعبه بمعنى صح، عايزه رجاله يقفوا جنبي، يقفوا جنبك، والحمد لله في ناس واقفه كتير جنبي، اللي هم صنايعيه اللي جنبنا، اللي ورش اللي جنبنا، عارفين انا بنت مين واصلي ايه. وانا نزلت حتى هنا اهو. ليه الحاجات طبعا اختلفت من 6 بيت لحاجه لمراه عامله، اختلفت ان انت مثلا لازم تكون الساعه 9 موجوده في المحل، عارفه ازاي تتكلمي مع الزبون، عارفه ازاي مثلا اسعار الحاجه ما تتلجلجيش. اتعاملت واحده واحده، كل حاجه واحده واحده. اتعاملت ازاي مثلا اعرف ان جيب كام وجيب كام وجيب كام. وانا انا كنت بنزل اشتري الخضار، قلت ده الخضار زي اي حاجه هتشتريها. كوني شخصيه، لان انا كنت حابه ان انا اشتغل وانا من صغري، من قبل ما ابقى كده اهو. انا من ساعه ما اتخرجت مثلا من الكليه قلت لبابا اشتغل، قال لي ما عنديش حد بيشتغل. قلت الحياه اختلفت دلوقتي، انا حتى بناتي قلت لهم لا محدش يقعد لي في البيت، انا اللي يقعد لي في البيت كانه ما اتعلمش. احب اقول لكل واحده امراه ما تتكليش على حد، ما فيش حد ينفعك، ما انا صح ابتدي حتى لو انت حتى موجوده في البيت باي حاجه بسيطه، شغلي مثلا نفسك، يعني حتى لو مثلا بتعرفي تعملي تروكو او كروشيه او اي حاجه في البيت ممكن تبقي ماخد دخل بسيط، بس بعد كده هتحسي ان انت مثلا ايه هتكبري مع الزمن.